بداية احنا الفلسطينيين بشكل عام انفطمنا على السياسة، يعني قبل ما نحكي بابا وماما بدأنا نحكي سياسة، فبالتالي العلوم السياسية بعتقد انه هي كان جزء اساسي عشان نحاول نغير في المجتمع، لانه احنا بنعرف حالة المجتمع الفلسطيني صعبة جدا، سواء من انقسام او من احتلال او من اوضاع معيشية صعبة، فبالتالي اللي بدرس علوم سياسية لازم يحاول يغير في المجتمع، وانا كمحمد كان نفسي اغير في المجتمع بشكل كبير. فالجامعة الإسلامية كان عندها تخصص بيجمع العلوم السياسية والإعلام، وهو تقريباً التخصص الوحيد الموجود في قطاع غزة اللي بيجمع بين الإعلام والعلوم السياسية. بالتالي التخصص هذا خلاني يمكن أحاول أغير في المجتمع شوي من خلال دراسة العلوم السياسية والإعلام بشكل أعمق، بشكل أوسع، أشوف الأوجه السياسية بشكل أقرب للواقع صراحة، وهذا اللي خلاني أختار العلوم السياسية. شاركنا في تبادل أكاديمي كان مع الجامعة الإسلامية، تمثيل في جامعتنا في ألمانيا كان حول النزاع والمصالحة والسلام، كان بمشاركة عديد من الجامعات العربية وعديد من الجامعات الفلسطينية، كان من ضمنها الجامعة العربية الأمريكية وجامعة الخليل. كان صراحة تبادل أكاديمي رائع، وهذا الذي تدعمه الجامعة الإسلامية. أولاً ببارك لجميع طلبة الثانوية العامة النتائج. بدايةً أنتم قطعتوا شوط طويل في سنة الثانوية العامة، وكانت سنة مليانة بالضغط والتوتر من المجتمع ومن الأهل، وكان صراحة عايشين الجو الكبير. الآن خلصنا الجزء المهم، أجل الجزء الأهم، جزء الجامعة. الجامعة اللي فيها الحياة، اللي فيها الأصدقاء، اللي فيها التبادل، فيها السفر، فيها كل شيء. الجامعة فيها حياة تاني مختلف، الجامعة مش مجرد كتاب ومحاضر، الجامعة فيها كل شيء، فيها حرفيا حياة. فأنا نصيحتي صراحة وعن تجربة 4 سنوات إنه الجامعة الإسلامية هي كانت الخيار الأمثل بالنسبة لي، والجامعة الإسلامية كانت الخيار الأفضل والوحيد صراحة اللي بتوقع اللي ممكن تفتوه، لأنه هتشوفوا جامعة مختلفة، جامعة هتشوفوا عالم تاني مختلف. عن جد الناس اللي سافرت برا وشافت الجامعات وشافت الجامعة الإسلامية شافت عن جد قديش المقارنات القوية بين الجامعة الإسلامية والجامعات الخارجية، لأن الجامعة الإسلامية مهيئة لكل شيء، مهيئة أكاديمياً إدارياً، وهي حتى في أجواء المباني، أجواء الخضار زي ما انتم شايفين، فكل شيء مهيئ هنا. فخليكم على الجامعة الإسلامية.